عندي النهاردة 5 أخبار مهمة من النادي الأهلي. ونبدأ الخبر الأول برئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بقول له ألف سلامة، هيسافر مع الأهلي إلى المغرب رئيسا للبعثة، ثم يعود إلى القاهرة، ثم من يوم 25 القادم بإذن الله يسافر إلى فرنسا. عنده بعضا من المشاكل الصحية بعيدا عن الظهر، مشاكل دمها تقيل شوية، يعني أنا عارف تفاصيلها، لكنه محتاجة رعاية ومحتاجة فحوصات كبيرة جدا، يعني الأمر إن شاء الله ما يكونش خطير، بس محتاج اهتمام ومحتاج رعاية ومحتاج حرص، وحتى الأطباء منعوه من حضور المباريات، لكنه صمم أنه يكون موجود في كأس العالم، تروح وترجع بالسلامة، وألف سلامة يا كابتن خطيب. حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، بقول له حمد لله على السلامة. حسين الشحات الأشعة أثبتت سلامته، وإنه الحمد لله هيتمرن، هيكون موجود بكرة في التمرين مع الفريق، وحالته طيبة وحالته تمام، بل إنه كان عايز يتمرن لوحده النهاردة ولكن الجهاز منعه. بكرة إن شاء الله حسين الشحات موجود في التمرين عادي مع النادي الأهلي، بالتوفيق. محمد عبد المنعم نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني، عايز اقول لكم خبر جميل، انه اتمرن تمرين عادي، وان النهارده كولر عمل له تمرين مخصوص، وبعت له مدرب الاحمال مخصوص الى النادي الاهلي لقياده التمرين، واتمرن وتمام التمام ومية مية، ونقول له عبد المنعم الحمد لله على السلامه. اما محمد هاني نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني ايضا، فبقدر اقول له برضو الحمد لله على السلامه. هاني مش هيتمرن بكره مع الفريق، لكنه هيتمرن بعد بكره ان شاء الله قبل السفر، وموجود في البعثه مع النادي الاهلي، تمام التمام، سليم معافى. هاني بالتوفيق. الخبر الاخير هو عن مهاجم النادي الاهلي. الحقيقة أنا كتبت كلمتين ويبدو أن البعض فهمهم غلط. قلت أنا شايف بداية حملة على النادي الأهلي عشان المهاجم ما جاش، وقلت أنه أنا مش فاهم الحملة ليه. أنت متصدر الدوري، أنت أقوى هجوم، أنت أقوى دفاع، أنت واصل لنهائي الكاس، أنت كسبان منافسك التقليدي بالثلاثية، أنت متأهل للبطولة الإفريقية بالجدارة على حساب فريق قوي جدا والاتحاد المنستيري التونسي، ممكن تطالب، وده حقك انك تطالب يعني، بس هجوم مفيش ما يدعو للهجوم. هحكي قصة المهاجم وانتهي بمفاجأة. المهاجم بوضوح شديد انا هنا بقول لك معلومات. الاهلي تفاوض بقوة مع نادي بشكتاش التركي من اجل ضم موليكا. موليكا رحب بشدة بالانضمام للنادي الاهلي، رحب تماما، كان موافق جدا 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 ومرحب جدا. نادي بشكتاش بدأ ب 8 مليون، وبعدين 7.5 7.25 7، حاجات كده. الاهلي تخيل انه وصل ل 4 مليون، والاهلي كان لديه استعداد انه يدفع 4 مليون يورو، ده مبلغ كبير جدا جدا جدا، لكن الاهلي كان لديه الاستعداد، لكنه فجأة تمسك الفريق التركي بما هو اكتر من 6 مليون، وبالتالي فشلت هذه المفاوضات. الاهلي اتجه الى اتجاه اخر، الى اللاعب البرازيلي سوزا. وخلي بالك بقى اللي انا بقوله لك ده مهم قوي، هقول لك معلومتين. مستر كولر قال لك هما الاثنين لعيبه دول بس، يا تجيب لي موليكا يا تجيب لي سوزا، وترشحت اسماء تانية واسماء هايله، لكن الراجل قال لك انا لو خدت هاخد واحد من الاثنين دول، لو ما جبتهمش خلاص يا ده يا ده. اتعرضت عليه 8 أسماء اخرى، واسماء مش هقولها لك دلوقتي، هقولها لك بعد اول السنه، بعد اول يناير، بعد غلق باب الانتقالات. قال لا، واحد موليكا، 2 سوزا. الاهلي اول امبارح كان توصل الاتفاق مع سوزا وناديه وكل حاجة انتهت، وكان على وشك الاعلان،
خلاص كل شيء انتهى وكل شيء تمام التمام، والاهلي استعد للاعلان عن اللاعب الجديد الصفقه الجديده اللي هو البرازيلي سوزا. اس فجاه ظهر وكيل لاعبين قال لك لا ده انا ليا 400 الف يورو عمولتي. نعم 400 الف يورو عمولتي. واس فجاه اللعيب غير طلباته قال لك انا عايز بدل سكن، هتديني بدل سكن ما تجيب لي السكن شهري ما قيمته عايز بالدولار 20,000 دولار، وعايز سيارة خاصة تشتروا لي سيارة خاصة. الاهلي ما عملش ده مع اي لعيب يعني. فالاهلي قال لك 400,000 دولار للوكيل و 20,000 دولار في الشهر، انت النهاردة بتضرب في 30 يعني 600,000 جنيه، وسيارة خاصة النهاردة هتجيب سيارة مبلغ وقدره كمان. فتوقفت المفاوضات وانتهت المفاوضات مع الاثنين، وبالتالي مفيش مهاجم. امتى يبقى في مهاجم؟ اذا حصل اي تطور في موقف نادي بشكتاش او في موقف اللعيب سوزا. لكن وانا بكلمك دلوقتي لا يوجد مهاجم. هما الاثنين دول اللي طلبهم كولر واحد منهم قال لهم لو مجوش مش عايز، فالحد ما انا بكلمك هما مجوش، نجيب لك يا عم حد تاني. تم طرح 8 اسماء، حطوا له 10 اسماء، الاثنين دول موليكا وسوزا والثمانيه التانيين. كولر رفض كل الاسماء التانيه، قال ما كانش كده اللي عندي افضل وهكمل باللي عندي. دي معلومه لحضراتكم عشان تبقوا عارفين. هذا ما يخص النادي الاهلي واخباره اللي احنا ما بننفردش بيها. على فكره امبارح لما كنت بقول الانفرادات وقصه الانفرادات كنت بقولها على سبيل يعني يعني الدعابه، عشان ما فالناس زار خدتها بجد يعني. احنا بنجتهد يا جماعه وبنحاول بقدر الامكان، وبنحاول نجيب اخبار وبنحاول ننفرد باخبار وبنحاول نقول حصريات بقدر الامكان. لكنه كل واحد دلوقتي يقول لك ده الحصري بتاعي، ده خد مني ده وده خد مني ده وده خد مني ده، فقلنا على ايه؟ مفيش ما يدعو ابدا لهذا الامر.